حدث يقلق إسرائيل، ويعني حدث لم تشهده منذ عام 1948. جيش الاحتلال أعلن عن تغيب 2000 جندي إسرائيلي عن خدمتهم داخل الجيش خلال الحرب الجارية في قطاع غزة. تغيب هذا العدد من الجنود بيعتبر هو أكبر تخلف يشهده جيش الاحتلال منذ تأسيسه. صحيح، حقيقي يا جمانة، يعني حالة من حالات الصدمات النفسية حتى بيعاني منها عدد كبير جدا من الجنود الإسرائيليين. احنا بنتكلم على استدعاء احتياط يصل إلى 350 ألف يعني من جنود الاحتياط، بيمثلوا 8% من القوة العاملة داخل المجتمع الإسرائيلي. معنى تغيب 2000 جندي عن الحرب معناه إيه؟ هنعرف ده مع سيادة اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بنصبح على حضرتك يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ جمانه، استاذ المشاهدين. عايزين نسال حضرتك مباشره، ايه معنى انه يتغيب 2000 جندي اسرائيلي عن الخدمه داخل الجيش خلال الحرب الجاريه في قطاع غزه؟ هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين، يعني الجيش الدفاع الاسرائيلي اصلا بيعتمد في قوته الرئيسيه كلها على قوات الاحتياط، وده طبعا بيعود لقله عدد السكان في اسرائيل. الجيش العامل الموجود فعلي على الارض بيقدر حوالي 170 الف فرد او جندي، يعني الاحتياط المستدعى يوصل لحوالي 600 باكمال العدد، اجمالي العدد يوصل ل 635 الف. يبقى علشان خاطر كده بنلاقي ان العدد المطلوب للاستكمال عشان يوصل ل 700 يعني رقم ده لازم يستكمله من الاحتياط المستدعى. وبالتالي لما بيحصل غياب في الاحتياط المستدعى فده بيأثر على الكفاءه القتاليه لاداء القوات العسكريه في الميدان الفعلي. وده اصلا نتيجه برضه لان هو هذا الاحتياط ليس في اتجاه واحد، هو البريه فقط، ولكن هو بيدخل في القوات البريه والقوات الجويه والقوات البحريه الاسرائيليه. وده طبعا هم كمان يعني نتيجه هذا الغياب، وده لاول مره يحدث في القوات الدفاع الاسرائيلي منذ عام 1948 ان يصل الغياب لمثل هذا الرقم. وبرضه حاجه ثانيه مهمه جدا، ان هذا الغياب الحقيقه كان مستمر من قبل عمليه طوفان الاقصى نتيجة للتغير في بعض القوانين داخل إسرائيل. ده كان سؤالي لحضرتك يا سيادة اللواء، يعني تابعنا في يوليو الماضي كان بالفعل هدد حوالي 1142 جندي من جنود الاحتياط، بالفعل هددوا بأن يمتنعوا عن أداء الخدمة العسكرية، ومنهم مئات الطيارين زي ما حضرتك قلت، مش بس يعني مش من قطاع معين في الجيش الإسرائيلي. هل ده ليه علاقة يا فندم، ولا هذا التغيب ليه علاقة بما يحدث على الأرض أو في الميدان في قطاع غزة؟ هل يعني إيه يعني تبرير حضرتك أو رؤية حضرتك فيما حدث أو في هذا التغيب؟ ده بيؤكد نقطة مهمة جدا، أن إسرائيل الآن هي في حالة ضعف وتفكك شديدة جدا منذ ذلك التاريخ، يعني من قبل حتى عملية طوفان الأقصى، وهي بتعاني معاناة شديدة جدا في الداخل. وبالتالي كل ده بينعكس وبيؤثر على الأداء داخل إسرائيل، وخاصة في أداء المؤسسة العسكرية، وهي الأهم التي تقوم دائما هم بيعتمدوا عليها في تنفيذ المهام بتاعتهم. ويمكن احنا شايفين حتى القسوة في التصرف وفي العمل وفي الضرب على الأرض الواقعية، والأداء نفسه بتاع الجنود. يمكن في مشكلة تانية حصلت من يوم أو يومين بين مجموعة من الضباط والجنود، وأثرت معنويا ومما يحتاج إلى إعادة تأهيل معنوي ليس للجنود في الميدان فقط، ولكن للقوات المسلحة الإسرائيلية بالكامل. في تقارير كتيرة سيادة اللواء بتتحدث عن يعني صدمات نفسية بيعاني منها جنود الاحتلال، وإنه محتاجين إلى تأهيل نفسي لفترة طويلة ما بعد هذه الحرب. عايز تعليق حضرتك على خبر، يعني بالتزامن مع تغيب 2000 جندي إسرائيلي، كان في خبر آخر عن إقالة قادة بعض السرايا من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هل ده معناه أنه في داخل منظومة جيش الاحتلال في مؤشر ما إلى تخبط في التخطيط في القيادة، تفكك ما نقدر نقول ده، ولا من المبكر الحديث عن هذا الشأن؟ ليس مبكرا ولا شيء، لكن ده هي النتائج الفعليه هي اللي بتظهر لنا
هي اللي بتؤكد ذلك، ودي بتصريحات من عندهم من الداخل. يعني مش احنا بنقولها، لا، ده بتصريحات فعليه واجراءات فعليه تمت على الارض. عمليه طوفان الاقصى دي عملت خلخله قويه جدا وهزه عنيفه جدا في جيش الدفاع، الجيش الاسرائيلي، وخاصه في يعني لما احنا شفنا ان حجم بسيط من القوات الغير نظاميه كما يطلقون هم يقولوا تنظيم، هذا التنظيم يعني يدخل ويهبط على عدد كبير من القاده والقاده الكبار ويستولي على اسلحه ومعدات وذات اهميه يعني معلوماتيه خطيره جدا، ويخرج بيها هي وما تم اخذه من اسرى والتحفظ عليه بطريقه يعني كريمه محترمه زي ما شفت، حتى وهم بيسلمون ليهم القصر والعنف الشديدين اللذين يتبعون ضد قوات ضد اهلنا في غزه. فده بالتاكيد يعني هناك تاثير معنوي قوي جدا على غزه، يعني في الثقه في الجندي والثقه في القائد، ودي مهمه جدا. كون يحصل فيها هذا الخلل فهنا بيحصل عدم اتزان للقياده نفسها، وليس في القياده فقط ولكن هنا كمان في الاداء الفعلي على الارض. اكد العديد من اثناء تنفيذ المهام العديد من عدم القدره الفعليه التي هم كانوا بيتداعوا بها دائما ويقولوا ان يعني نظريه الامن الاسرائيلي والجندي الاسرائيلي الذي لا يقهر. فجاه لقوا نفسهم الجندي الاسرائيلي موجود ومحفوظ عليه ومتخذ اسير وهو واللي حواليه، وتكون مناطق مجهزه ومعده باحدث الوسائل للكشف المعلومات وللتنصت، ويعني كل ده في النهايه بيتم اختراقه ويتم تحقيق عمليه كبيره زي اللي تمت بطوفان الاقصى. صحيح. يمكن كمان يعني الغريب كمان يا فندم انه في عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالفعل تم تخصيص اكبر ميزانيه في تاريخ اسرائيل للجيش الاسرائيلي. طب خليني اروح مع حضرتك يعني للمخاطر اللي بتهدد الجيش الاسرائيلي اثر هذا التخلف يا فندم. طبعا يعني التاثير، هذا التاثير سيكون له اثر ليس على المدى القريب ولكن سيكون على المدى الطويل. وازاي يعني كيف يعني ان نعد او نلحظ ذلك؟ الاداء الفعلي والعملي على الارض، الدوله مثلا يقول احنا دخلنا هندخل مستشفى كذا عشان نجد تحتيها مراكز قياده واماكن لايواء عناصر حماس والكلام ده كله، وبعدين كل ده طبعا وهو يمتلك من الاسلحه ومن المعدات ومن الوسائل ووسائل الرقابه الفرديه والميكانيكيه والتكنولوجيه والذكاء الاصطناعي انه يقدر يوصل لادق التفاصيل، وفي النهايه ما يتقش ما تلاقيش اي نتيجه ليها. ده كل ده الحقيقه بيليه مردود وتاثير نفسي ومعنوي ليس فقط على القوات العسكريه وادائها ولكن ايضا على المواطن الاسرائيلي. احنا شايفين ده يمكن في التظاهرات اللي بتتم دلوقتي بتؤكد هذا الكلام. شكرك، شكرا جزيلا سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية على هذه المداخلة. وكان في تصريح يعني ليوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي من أيام لما كان مع مجموعة من الضباط والجنود جمانة، وتحدث أنه لا نريد أن نفقد قوة الردع لإسرائيل في الشرق الأوسط. يعني هو يشعر أنه في حالة ما من الهزيمة بدأت تتسرب لبعض الجنود أو الضباط أو فكرة عقيدة الجيش الإسرائيلي، فهو بيتحدث أنه لا، أهم شيء بالنسبة لإسرائيل أنها تظل باقية وتبقي على قوة الردع في منطقة الشرق الأوسط.